الله الزاوية يعني صورة بزاوية حلوة. طبعا الوالد هو كاتب بخط ايده الأسامي، شوفوا السيد يوسف الرفاعي دواني تهني داخل، هذا الشيخ علي المحمود اللي يقرأ القرآن كان الوالد كله بالعيد، هو الشيخ ولد دلمي آيتين من القرآن، الشيخ الدكتور صالح السام الرائي شوفوا صورته سبحان الله، وهذا الشيخ التركي اللي كان كرته مكتوب عليه لا إله إلا الله، يعرفونه اللي كان يروح اليابان وكان يروح كل دول العالم. فزاوية ما زالت قائمة ببركة هذا الرجل السيد يوسف السيد هاشم السيد أحمد رفع الوزير نائب الشيخ الطريق رفع الصوفية، وأنا ركزت فيه على السمرائي لأنه بدزها حق الشيخ محمد سعيد الباز الأشهب السمرائي، خلي هو يزال الكويت بس ببالي، بس كل صورة فيها السمرائي بذكره فيها، وكلهم نجوم وشموس وشكرا.